ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري الأستاذ محمد فوزي اللامي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بكم. الآن أصبحت حتى المدارس مهددة من قبل العناصر المسلحة، يعني مع تدهور الوضع الأمني إلى هذا الحد، لماذا تستهدف المدارس من وجهة نظركم؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. حياك الله. نحن اليوم نتحدث عن حالة ما فوق الدولة. اليوم سيدي الكريم أصبح واقعا بأن هنالك حالة الدولة وحالة ما فوق الدولة. ما فوق الدولة نتحدث عن ميليشيات الحشد الشعبي وما تمارسه اليوم من تصرفات ومن إجراءات هي تتجاوز مرحلة الدولة وما فوق الدولة وما فوق القانون. ابتدأت من جرائم الحرب التي ارتكبتها والتي تحاسب عليها، ثم انتقلت إلى اختطاف وقتل الناشطين والمتظاهرين، ثم انتقلت إلى قبل أيام قليلة في محافظة نينوى، انتقلت إلى أنه تدخل لمراكز الشرطة وللقضاء وتكبل الشرطة وتخرج سجناء وتخرج معتقلين. فاليوم نحن نتحدث عن نفس المنهج وعن نفس الإطار، أن هنالك ميليشيات وأن هنالك قوة تمارس دور فوق الدولة والدولة غير قادرة على السيطرة عليها. اليوم استهداف المراكز التعليمية هو استهداف ممنهج يدل على أن هذه الميليشيات اليوم تحاول إثارة موضوع وتحاول إثارة فوضى تشغل به الرأي العام، بما أن هنالك حالة إقليمية قادمة بشأن إيران وأن هنالك ضغوط قادمة بشأن إيران. فاليوم على الشارع العراقي أن ينشغل بأمور ثانوية كقتل النشطاء والضغط على هذه المرافق التعليمية، ووزارة التعليم غير لم تصدر أي بيان حتى هذه اللحظة، ورئاسة الوزراء لم تصدر بيان حتى هذه اللحظة. اليوم نحن نعيش عالم وفي زمن الجريمة أصبحت ترتكب فيه بأوجه مكشوفة. أستاذ محمد، البعض يعني يتهم القوات الأمنية بالتواطؤ مع هذه العصابات، هناك حديث عن تورط جهات محسوبة على القوات الأمنية في هذه الانتهاكات. يعني سيد الكريم نحن نتحدث عن أي قوات أمنية إذا كانت وزارة الداخلية تابعة لميليشيات، ووزارة الدفاع أصلا وزارة منتهكة ووزارة مخترقة من قبل هذه الميليشيات بآلاف الضباط الدمج. فنحن اليوم نتحدث عن مؤسسة لا تقوم في واجبها وغير قادرة على القيام بواجبها كونها مؤسسة مخترقة. الميليشيات ميليشيات الحشد الشعبي اليوم كانت تتصدر الملف العسكري، اليوم تتصدر الملف السياسي أيضا، أصبحت لديها غطاء شرعي وسياسي. واليوم نتحدث اليوم عن عراق الميليشيات، عراق الحشد الشعبي الذي سوف تكون فيه الفوضى الأمنية هي العامل المسيطر، سوف يكون الأمن المجتمعي غير موجود ومهتز ومتزعزع كون هذه الميليشيات هي تستهدف أمن المواطن. ولذلك نقول بأن على من شكل هذه الميليشيات سواء كانت بفتوى أو سواء كانت بقانون تبعها لاحقا، اليوم عليه أن يتحمل هذه المسؤولية، وعليه أنه أن يصدر كما أصدر فتوى بتشكيلها، أن يصدر فتوى بتفكيكها إكراما للمواطن العراقي وإكراما للأمن العراقي. من وجهة نظركم يعني هل يستبعد يعني غض الطرف عن هذه العمليات من هذه الأشكال، لا سيما وأن قاسم الأعرجي أيضا صرح فيما سبق أو اعترف بتمرير بعض العمليات الإرهابية في السابق؟ يعني هو سيد الكريم قاسم الأعرجي وغيره صرحوا بالكثير من هذه التصريحات وهم متورطين بالنتيجة في هذه المشاكل الأمنية. المشاكل الأمنية حقيقة اليوم سيطرة الحشد الشعبي سوف تجر البلاد بصورة عامة إلى ما لا يحمد عقباه. سوف تكون هنالك مواضيع أخرى، سوف تتفتح مواضيع أخرى، قد تكون هنالك عودة لتنظيم الدولة داعش، بما أنه اليوم هنالك تحركات على الحدود وعدم وجود منظومة أمنية تحمي البلاد بصورة عامة، بل هنالك منظومة ميليشياوية، منظومة مخترقة. بالتأكيد قد يكون هنالك ثغرة هنا وهنالك لدخول تنظيمات أخرى وعودة إلى المربع الأول من فقدان الأمن بصورة كبيرة جدا. برأيك أستاذ محمد، يعني إلى أي مدى ترى أن هناك إرادة سياسية لمحاسبة ومساءلة هذه العصابات؟ يعني لا توجد هنالك أي إرادة سياسية
ولا توجد هنالك اي محاسبه لهذه العصابات. ونحن نتحدث نحن سيد الكريم لا نتحدث عن عصابات خارجه عن مفهوم الدوله، نحن نتحدث عن ارهاب دوله، ارهاب تمارسه الدوله، ميليشيات الحشد الشعبي بغطاء الحكومه هي من تمارس جميع العمليات الارهابيه. المواطن العراقي اليوم لا يحمل السلاح، لا يرتكب الجريمه، من يرتكب هذه الجريمه معروفين ومشخصين لدى الجميع ولدى المواطن العراقي، وابسط مواطن عراقي يعرف من يرتكب الجريمه اليوم. وهذه الحكومه الموجوده والعمليه السياسيه الحاليه هي من توفر الغطاء الشرعي والغطاء الحكومي لهذه الميليشيات التي حقيقه استهدفت بالفتره الاخيره امن المواطن، والتي كما اسلفنا انه قد تكون هذه ثغره كبيره لنشوء ارهاب جديد، لنشوء تنظيمات جديده ارهابيه وتؤثر بالنتيجه على البلاد بصوره عامه. أشكرك شكرا جزيلا من برلين الخبير الأمني والعسكري الأستاذ محمد فوزي اللامي.